برجال سليم أنا محال. كاميرا مخفية انت تديرها لنا شحال عصيت روحي أنا ديما وشحال مين درت النية درتها بيا. أعزائي المشاهدين صح فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية ردوا بالكم سيزون 2. الحكاية تاع اليوم ان جون جاب الخطيبة تاعو باش يدير لها اون كاميرا كاشي وقال لها سوا ديزون راه معروض الحصة اجتماعية وكاين الناس حابين يقابلوه في هذه الحصة. اون رياليتي مدام هذه ما هي الا كاميرا خفية، ردوا بالكم سيزون 2. جينجل ونعاودوا نولوا للبلاطو مباشرة. مشاهدينا الكرام الى ما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ملاقات خير. هذه الحصه اللي راح تطلع عليكم ضمن شبكه برامجيه جديده لقناه البلاد، هذه الحصه اللي تجمع بين الحاضر والغائب، بين افراد العائله، بين القريب والبعيد. بدون اطاله نستقبلوا مباشره الباشير والاخت ديالو سيها. صافاكم لا بيان الاز صباح الحمد لله. مشاهدينا الكرام الحكايه تاع اليوم تخص الاخ الباشير والاخت ديالو سهام. باشير ضمنت الاهل تاعك قلت لهم بلي نزوجوا زوج عرفي كان معايا كما يقولوا قريب عليا بزاف فريمون دونك ولا يدخل الدار كما قلت لي نتايا كما قلت هكذايا دا لا كونفيونس هذيك توتال مع لي بارون تاعي من هكذايا افرص افرص الحمد لله كما يقولوا شغل لا غولاسيون كبرت جا قصدني في اختي سما انت اللي كنت الانترميديير بيناتهم انت اللي سهلت لوالديك باش يقبلوا بالزواج العرفي مع الاخت تاعك سهام وكانت ضحيه تاعها تاع لي سوار هذه الاخت تاعك سهام. اسمح لي خويا بصح تزوج بيا وخلاني هكذا ما عندي حتى وثيقه ما كاش مشكل انا حاضر معنا حاضر معنا اليوم هنا في البلاطو. جينجل ونواصل. اذا بدون اطاله نستقبلوا سي جعفر اللي راه حاضر معنا هنا في البلاطو باش نسمعوا سمعنا حكايه مطارف نعاودوا نسمعوا حكايه مطارف ثاني. مرحبا بك جعفر صافا واش راك لاباس بخير مصالي بيان لاباس بيان الله الحمد لله الحمد لله. راك الاز بيان باش راك بيان الحمد لله برك حنا باك الاشوينكم اسمح لنا سير فو بلي معليش اوكي اوكي معليش دونك خويا جعفر عباك لو برينسيپ تاع ليميسيون تاعنا ليميسيون ديالنا يكونوا اشخاص حابين يشوفوا اشخاص ولا واحد عنده نزاع مع صديق تاعو ولا واحد من الاهل تاعو يجيبوا ليميسيون باش يتصالحوا وحنا جينيرالمون اللي جازوا معنا في البلاطو كاع راحوا متراضيين وفرحانين وان شاء الله ماذا بينا اليوم انت تروح فرحان وطرف ثاني يروح فرحان ان شاء الله. الاخ جعفر في ميزك شكون اللي عرضك لي ميسون تاعك الله يعيشك معليش ما نقولكش جعفر شكون يردني وي ما راني شاك في صاحبي عندي بزاف تلاقيت به في المان دوكا كابابلي يولي على جالي تما انا نقولك نو ماشي صاحبك اللي عايش في المان هذاك تهضر عليه زيد ابي بري زيد ابار سما نشك في كاع الناس هي وي هذا مش كاين الناس داكور الله يجي عندنا بلال عندنا عندنا ليماج دونك شوف معايا في ليكرون هيكا شوف لا فوتو وقول لي واش تسيني في ليك لا فوتو هذه. جعفر شو هذا؟ جعفر شو هذا؟ وشكون هذه؟ الزوجة تاعك؟ أنا واش سمعت الحكاية؟ أنت واسمك سيف الإسلام داكور؟ مديت لهم الاسم تاعك جعفر وتم زواج عرفي بينك وبين الأخت تاع باشير اللي كان صديق تاعك. ما تنفيش هذا الشيء. ما ننفيش ما نجمش ننفي بصح هذه شغل الإستوار هذه سي بون سي نو الإستوار هذه راهي جديدة باش نتفاهموا هذه عندها في 2016. إذا بدون إطالة نعاودوا نستقبلوا سي الباشير. باشير حاضر معنا مع الاخت تاعو نسيو نتفاهموا ان شاء الله ونلقاو بحال باشير جعفر ولا سيف الاسلام شنو هذا سيف الاسلام ولا ما لا علاش انا لو برينسيب تاع ليميسيون تاعنا حاجه تاع خير هذه ماذا بينا نصحوا بيناتكم وتروحوا فيها مليح خزر فيها مليح اليوم راح تخلص عليك
هذه هي لا كونفيونس اللي نهضر معاك جعفر. معليش معليش سيلفو بلي سيلفو بلي سيلفو بلي سيلفو بلي دقيقة. هذه الزوجة تاعك نورمالمون نورمالمون معليش نورمالمون نورمالمون ما عقدتش عليها ما عقدتش عليها عليها زوج عرفي معليش شكون تي تسمحي لنا دقيقة دقيقة شكون هادي شكون هادي شكون هادي شكون هادي شكون هادي مدام مرتك فيونسي معليش ليكيب تخلص عليك فيونسي فيونسي تاعي بالعقل 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 سيفو بلي معليش يا اخت سيلفو بلي ليكيب مش بيك لا 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 بعد مدام مدام سيلفو بلي روحي لهنا تعني روحي روحي جيبوا لنا كرسي لهنا قاعدي معنا مدام يا اخي في مصي تاعك هذا تكون في ريحه سيلفو بلي سيلفو بلي مادا بينا مدام كل واحد يروح ساتيسفي ان شاء الله ريح خويا لا ادنا باك شويه مدام خلاص واحد ما يهدر روح شي مشكل مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا حكايه تاع اليوم ما تبان لي شويه كومبليكي ماشي كما الحكايات اللي فاتوا معنا في ليميسيون. الاخ سيف الاسلام اللي كان عاطي اسم بون كيما نقولوا ان فو برينو للباشير هذه ما عطيتها لكمش في الديبي تاع ليميسيون وكون بارازار زوجة تاع لا فيونسي تاعو انت الاخت راهي حاضره معنا في البلاطو مدام خطبني عندنا عام عندكم اون اني ملي تخطبك والحكايه هذه تاع الاخت سهام صارت عام قبل الخطبه تاعك انت تخطبتي في 2017 الحكايه تاعها صارت في 2016 فان 2016 حاب يقول بينك وبين اخت سهام ما كاش فتره كبيره كيف فهمتني سهلنا 10 عام عندنا 10 عامين وعام اللي خطبنا 10 عامين حاب يقول في لا بيريود تاع العامين هذيك كان سي سيف الاسلام كان اون كونتاكت مع سهام والاخ تاعها وتم الزواج الزواج الزوج العرفي هذايا اللي كي الحق وش هو الشعور تاعك كيفاش تحسي كيفاش ما فقتيش للمسير تاعك كي دار هذا لي تروك ما فقتلوش بصح هاني بهذا الجست اللي دارو واش دار؟ هاني بزاف مدام دوك ولا كاينه والمالور انا خليوها تهدر ما تزوجش بيا عرفي انا تخطبني من دالنا وي انا تخطبني من دارها علاش خطبني من برا انايا بصح عرفي عرفي واش سي عرفي بصح عند ربي سبحانه وتعالى مرتي والاخت الاخت مدنيا مدنيا سيلفو بلي دقيقه مدنيا ما راهيش زوجته مي عند ربي سبحانه راهي الزوجه تاعو على سنه الله ورسوله خويا سيف الاسلام انت تعترف بلي تم زواج عرفي بينك وبين اخت سهام اعترف بصح كنت ناوي من بعد ما نويتش معليش حبي يقول حبي يقول راك هدرت بين 40 مليون جزائري حب يقول مام في حالة ما إذا ما حبيش تعقد على الطفلة تقدر تعطاكيك قضائيا وتربحك باسكو راه كاين 40 مليون جزائري شاهد بلي تم الزواج العرفي بيناتكم مرتو مرتو سمعني يقول لك فلوكا هذا فهمني دونك اسكو تقدر انت تلقى سوليسيون لهذا الشيء انا ماذا بيا انت تروحي فرحانه مدام وهي تروح فرحانه ان شاء الله حاب تريحي المره الدوزيام ونقولها المره الدوزيام ربي سهل عليها شنو المره الدوزيام فرحانه حبي تروحي المره الدوزيام ربي سهل عليك لك سيفو كاش المره الدوزيام مدام واش تقترحي علينا كان ولي اقترح ولي دار هذا الزبله انت واش يقترحها كي قابله ما تمنعيش ما نمانعش يا با سوسي انت واش تقترح واني دايره في كونفيونس انت واش رايك صح ما نسمحلكش على الجلسه اللي درتوها انت شوفي انا على حال نسمعها ولو انا اسكتي انت يا حن بابا معليش 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 هيا كراتيني يا الدنيا اسكو راك كابا كوفيش معليش معليش نكملوا ليميسيون من بعد راك حر تحب ديفيزيها اللهم بارك ما ديفيزاج ما كاينش ديفيزاج خويا معليش يا فات سوسي كيما نقولوا راني مشوكي بهذه ليسواغ ما كنتش نستنى بلي حي تكون المدام تاعك هنا انا سنيتها خويا انا ما سنيتهاش انا ما درتش بالي كاع بلي حيجي لي ميسيون قلت لك من قبيله تنقولوا اون فاس كاميرا الله يهديك روح دير العقد تعقد عليها تعقد عليها هذه انا اوكي دونك تشفيت على برا صافي بليزير صافي بليزير اسمح لي صافي بليزير مسكينه هاي ساكته انا بيرسونيلمون مدام صدقيني اقسم بالله راني معاك دوك انت واش تقترحي لنا كوم سوليسيون واش تقترحي لسي سيف الاسلام واش يدير في هذه لا سيتياسيون
ماذا بينك وحدي من الاقتراح تاعو مدام، ونخرجوا باقتراح اللي يرضيكم لي دو، تروحوا فرحانين ان شاء الله مات البلاطو، تصفيقات تسلم ان شاء الله. وهذه الاقتراح انا تاعي هي وليه كما انا راني وليه وفتح عليها، ماشي حاجه سهله. دونك اللي ديسيديها راني معاه وخدم عقلك. هذا واش نقول لك؟ سما انت ما عطيتينا حتى سوليسيون مدام. انا قلت لك ليك اقتراح تاعك انت رميتيها عليه. انا اللي حاس به راهو سو بريسيون باسكو فريمون سي با فاسيل، سورتو كيما نقولوا مع لي كاميرا او بلاطو. دونك سقسيك برك، اسكو مازال عندك دي سنتيمون من جهه الاخت سهام؟ شويه. دونك تفيقه حره. مبارك عليك. الله يسلمك. وانت يا مدام كيفاش؟ أنا مرحبا كايتي، بالبركة عليهم. بالبركة عليهم. لا السوليسيون يديرها هو هذيك هي، قال لك نعقد عليها خلاص. مم قبل يعقد عليها ساب وننسى العشرة اللي كانت ديرها. وعلاش ما ضرك ما يعقدش عليها؟ تعاودي تولي معاه نورمال. نورمال تنسي لي سلور سي بون، كل ما صرا والو نورمال خلاص سي بون. الحكايه هذه كاع ما سمعت بها، وهي صح في 2016 راح لتونس. داكوغ. دونك دوك كي شفت هاد الزواج العرفي كامل سير صرا في تونس. تسمى لا بيريود اللي كان راح فيها لتونس. ما راحش لتونس. داكوغ داكوغ. معليش معليش اصبري دقيقه. تقدري تعيشي مع نورمالمون مدام. تزوجي بيا وهو تزوج بيا. وهاد المرأة نورمال تخليها تروح ضحية نورمال. ما تعرفش عليها. دقيقة. تخليها تروح ضحية المرأة هذه نورمال. مش مع مرتي هكذا. هو ماهوش حبها، انا واش ندير؟ هو ماهوش حبها. هو يقول نحبها. ما قالش نحبك. ما قالش نحبك. صح صح. حتى انا انا. معليش معليش. كيفاش ماهوش حب تخسرني؟ مانيش عليك مانيش عليك، كل هاي تلفت لي. معليش معليش. انا مرتي. اش حب نخسرها هي؟ اش بك اخي الكريم؟ مانيش حب تخسرني. مانيش حاب نخسرك انا. سيلونس سيلونس. واش حب يقول ما حبيش تقبل بها على جال ما حبيش تخسرني؟ اش ما فوالا. ايه ومن بعد دونك كونكلوزيون في ليميسيون هذه لو مسيو راه حاب يعقد على مدام سهام او قابل يعقد بصح ماش حاب يخسر مرته. دونك عطونا اون سوليسيون ماذا بيا قبل ما تخلص ليميسيون. واش رايك مدام تحبها ولا ما تحبهاش؟ سير وي تحبها. ما نقدرش نفرق ما بيناتهم. كيفاش مدام؟ ما نقدرش نفرق ما بيناتهم اذا كان يحبها. لا دونك تخليه يروح هكذا فاسيلمون بالساهل عام عشره بيناتكم تروح هكذا شغل يحبها. اه يحبها مدام. هاكي تبان لك شغل اكستيريزي مدام. وش ولا عندك دي تخيك هكذا هضريهم ماذا بينا نسمعهم مدام؟ ولا عندك دي تخيك تحبي تهضريهم ولا ماذا بينا تقول لهم في البلاطو؟ دونك ماذا بيا تعبري مدام شو هاكي واش ندير انا؟ حضرتك ما تفرقيش بيناتهم مدام. تسمحي له تصفيقة حرة عليها. صافي بارك الله فيك. ما راك تخليك. ماذا بيا الأخ سيف الإسلام هنا في ليميسيون هذه. نعم. قدام المشاهدين تبعنا قدام الحضور تبعنا تتعهد باللي راح يتم العقد المدني بينك وبين الأخت سهام. سي بون يا. سي بون وقتاش يتم العقد؟ سي بون. تتعهد؟ سي بون. سي بون. وقتاش يتم العقد ان شاء الله المدني بينك وبين هاد الايام؟ غدوه ان شاء الله. وقتاش؟ غدوه ان شاء الله. دونك مدام كلمه اخيره. كلمه اخيره ببركه عليكم. وي نتمنى لكم الخير. اوكي الله يعطيك الصحه. باش نقول لك ربي وكيلك. توكل عليها ربي مدام قدام جزائريين كاع. انا انا خاطيني مدام انا ماني معكم ماني معاهم. دونك انت كلمه اخيره مسيو سيف الاسلام. نقول لها تسامحيني بزاف باسكو درت الكاميرا.
مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كان سيف الاسلام اللي كان خربها في لي سوار في كاميرا كاشي ماشي صح مع الزوجه تاعو اللي نحات الخاتم عطاته له دوكا ترجعوا له جير بلاص خويا وصغاريته دوكا توتسويت اخزر دور هيكا دوك ضايع صغاريت دوكا فوالا مدام شكون تاعك قبيله قلبك حمز هذه مقبله باك نشوفوا بس نشوفوا وين مقبله هذه لا هو انت كذبتي كي سيتو كي جعفر ليسونسيال مدام حنا جا ليميسيون مسيو عاونا باش درنا الكاميرا كاشي نحيتي الخاتم رجعناه لك اخزري هيك قال لهم صحه فطوركم صحه رمضانكم اردوا بالكم اردوا بالكم سبيقه حرام بلي قالوا لسالي ما انا محال كاميرا مخفيه انت تديرها انا